أعرف علي سجى أن كرة القدم رياضة ذكورية، هل تستطيع النساء السعوديات مجاراة إنجازات الرجال في هذا المجال؟ طبعاً دائماً يجيني هذا السؤال أنه طيب البوكسينج والكورة وهذه رياضات شوي أجريسيف أو صحيح. للرجال أكثر، بس أنا ما أشوف أن الرياضة حكر على أي جنس، يعني حتى البنات يحبوا المشي، في رجال يحبوا المشي ما يحبوا الركض، ما يعرفوا يلعبوا كورة، فيعني ما أشوف أنه شيء له دخل أنت بنت ولا ولد، بس هو بشكل عام الحين يعني أنا لاحظت أنه في السعودية كلا البنات والرجال مرة يحبوا الكورة، فيمكن أتوقع أنه الكورة هي أفضل رياضة بالنسبة للسعوديين والسعوديات، حتى لو ما تمارس الرياضة أدري أنه في مجتمع كبير يحبوا الكورة، بالذات البنات يعني اللي أنا قد مروا علي، يعني مئات البنات، ما راح أقول ألافات البنات بس على الأقل مئات البنات. طيب بما انك تلعب حلو. بما انك سجى تلعب كره، اكيد لك نادي مفضل سواء خارجي او في السعوديه. ما احب يعني اركز على تيم واحد، دائما عندي رد دبلوماسي، بس انا احب يعني اتابع الدوري السعودي، الحين بما انه صار في دوري نسائي للمرة الأولى طبعاً حكون معهم أول بأول، وأنا أصلاً الحين على اتصال مع الحكام الأردنيات لأني قد قابلتهم في الأردن لما كسرنا رقم قياسي في البحر الميت، لعبنا أوطى مباراة في العالم، فطبعاً صار لي فترة على تواصل معهم، ودائماً أعرف أنهم يجوا السعودية يدربوا بنات سعوديات أنهم يحكموا ويصيروا مدربات، فالحمد لله يعني المجتمع هذا كبر اكثر. بس ما جاوبتيني يا سجى، ما جاوبتيني قبل ما اروح لهيا، ايش تشجع في الدوري الانجليزي؟ خلينا في الدوري الانجليزي. في الدوري الانجليزي اوكي، احب ارسنال بحكم اني يعني اعرف الفريق، بس احب فريق ارسنال النسائي، بس من ناحيه شاركتي معهم الدوري ككل اقدر اقول تشيلسي، وفي الجيرمن ليج احب بايرن ميونخ، في الايطالي احب يوفي، يعني اكثر من فريق في اكثر من دوري. انت اول ما قلتي يوفنتوس زميلي علي الغفيلي على يساري اداها صفقه لانه من مشجعي هذا النادي العريق.